أحسن الله إليكم. تقول في سؤالها الثاني: عندما أضع الحنة على رأسي ثم أريد الوضوء، أمسح على الشيلة فوق الحنة، فهل وضوئي صحيح أم يجب أن أنزع الشيلة غطاء الرأس، غطاء رأس المرأة، ثم أمسح على شعري وعليه الحناء؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز المسح على الشيلة، وإنما يمسح على الرأس ولو كان عليه حنة، لأن الحنة لا يمنع وصول الماء إلى الشعر، فتمسح على رأسها ولا تمسح على الشيلة، لأن هذا لا يجزي ولا يعتبر مسحا على الرأس. نعم.